القذف المبكر هو حالة شائعة جداً عند الشباب والرجال. إذا يعنى فيها تقريباً واحد على أربعة أو واحد على خمسة من كل الرجال. شو هي؟ هي وقت بيصير الرجل بيحصل على النشوة بفترة لا تتعدى 3 دقائق، وأوقات فيها تكون قليلة جداً لدرجة إنه يحصل على النشوة بأقل من دقيقة. لأسباب القذف المبكر عدة فرضيات، منها بتقول إنه في فرط من الإحساس على مستوى العضو الذكري، ومنها بتقول إنه في ضعف بتقلص عضلات الحوض، منشان هيك بيصير في عدم السيطرة على القذف. بس الفرضية اللي هي مثبتة أكثر إنه هذا الموضوع يأتي من الرأس، الموضوع هو كناية عن حالة نفسية مرتبطة بنسبة أحاسيس مرتفعة جداً أو degree of emotions. بالنسبة لعلاجات القذف المبكر، تقليدياً كان يستخدم المخدر الموضعي والتمارين يلي بنسميهم كيجل اكسرسايز لعضلات الحوض. المشكلة انه فعالية هالتقنيتين هي مش كتير عالية. هلأ لحسن الحظ صار في دواء، ودواء هو FDA approved، بينعطى بالفم قبل ساعة او ساعة ونص من موعد العلاقة، والفعالية تبعيته هي مرتفعة جدا. هلأ طبعا وقت بيصير هالامور ما تكون فعالة، فينا نلجأ لامور حديثة وحديثة جدا، من ضمنها حقن عضلات الحوض بمادة البوتوكس، هي نفسها يلي يحقن فيها الوجه. كمان فينا نستخدم بعض الفيلرز برأس العضو الذكري لتخفيف الحساسية في هذه المنطقة، واثنيناتهم عم يفرجوا فعالية كتير مرتفعة بالنسبة للقذف المبكر.